السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. نسبة البلوغ المبكر في الأونة الأخيرة زادت قوي بسبب التلوث البيئي اللي متعرض ليه البنات والولاد، اللحوم المهرمنة، اللبن المهرمن، أيضا البيض المهرمن، الفراخ البيضة، المبيدات الحشرية اللي بترش في المنزل أو بترش على الخضروات والفواكه، أيضا رسيت السوبر ماركت، أيضا الرسيت الخاص بالبنك، أيضا الأزايز البلاستيك اللي فيها مادة البي بي اي دي بتزود لهم الاستروجين وتخليهم يدخلوا في بلوغ مبكر. هذا لا يمنع أن في أسباب تانية هنتعرف عليها النهاردة إن شاء الله. من ضمن علاجات البلوغ المبكر أن احنا بندي حقن تأجيل البلوغ. كتير من الأباء والأمهات بيسألوا، هل حقن تأجيل البلوغ دي ممكن تأثر على خصوبة البنت؟ هل ممكن تؤدي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية؟ هل ممكن تؤدي إلى عدم ظهور علامات البلوغ بعد كده أو يحصل لها مشكلة في البلوغ؟ هل هتأثر على خصوبتها؟ هل هتأثر على جوازها وعلاقتها الزوجية؟ وده اللي هرد عليه ببساطة واختصار في هذا الفيديو. أهلا وسهلا بيكم، معاكم دكتورة سامية سليم، استشاري طب الأطفال والغدد والسمنة، زميل بكلية الطب بجامعة عين شمس، واستشاري تغذية علاجية. في هذا الفيديو من خلال تخصصي في الغدد الصماء والتغذية العلاجية تناول نقاط معينة. أول حاجة، إيه تعريف البلوغ المبكر؟ وإيه إزاي بيتم تشخيصه؟ وهل كل حالات البلوغ المبكر بتحتاج حقن تأجيل البلوغ؟ الحاجة المهمة، هل حقن تأجيل البلوغ لها أعراض جانبية؟ وإمتى نديها بالظبط؟ وليه بنديها؟ ولغاية إمتى نستمر في إعطائها؟ وهل في مكملات معينة يجب أن تتناولها البنت أو الولد أثناء تأجيل البلوغ؟ الحاجة الثانية مهمة، هل السمنة في البنات تظهر البلوغ المبكر بدري؟ ده نتعرف عليه ببساطة واختصار في هذا الفيديو. أول نقطة مهمة، تعريف البلوغ المبكر هو ظهور نتوء الثدي للبنات قبل سن 8 سنوات، وده بتعرفه الأم أثناء الحمام، وبداية كبر حجم الخصية في الولاد قبل سن 9 سنوات. الناس كلها معتقدة البلوغ المبكر إن البنت يجي لها الدورة قبل سن 8 سنوات، أو الولد يكبر ويطول ويظهر شنب وصوته يخشن قبل سن 8 سنوات. لا، البلوغ المبكر هو بداية ظهور علامات البلوغ في البنات والولاد، وده اللي بيعرفه ويشخصه استشاري غدد صماء. هل التشخيص بيتم بسهولة؟ التشخيص بيتم بسهولة جدا. ازاي بيتم تشخيص البلوغ المبكر؟ بيتم تشخيص البلوغ المبكر عن طريق اخذ التاريخ المرضي للمريض ده، ومهم جدا نعمل لهم فحوصات معينه، بنعمل لهم حاجه اسمها عمر العظم اللي هو اشعه الكف الايسر والرزغ الايسر، وبنعمل كمان تحليل البلوغ المبكر، وده بيعرفنا اذا كان البلوغ المبكر ده حقيقي ولا كاذب. بنعمل ايضا تصوير تلفزيوني للحوض بالنسبه للبنت عشان نشوف علامات البلوغ ظهرت ولا لا، وعشان نشوف هل في اسباب تانيه للبلوغ المبكر، هل عندها ورم في المبيض، هل عندها كيس في المبيض. ايضا الحاجات المهمه قوي لازم نعملها رنين مغناطيسي للدماغ بالصبغه عشان نستبعد وجود اورام حميده، زي حاجه اسمها همرتوما او ادينوما، هي كلها اورام حميده. الاورام الحميده دي بتحتاج مننا اثناء العلاج ان يعني احنا جاست فولو اب، يعني نتابعها كل 6 شهور او كل سنه، بنعمل رنين مغناطيسي عشان نطمن ان حجم الورم ده ما بيزيدش، وده نادر جدا، ده من الاسباب النادره جدا. طبعا في اسباب تانية، في اسباب غصه بالغده الكظريه، في اسباب تانية اخرى كتير. لو البلوغ المبكر بالنسبه للبنات تم تشخيصه ان هو بلوغ مبكر مركزي، يعني سنترال، البنات دول بيحتاجوا حقن تاجيل البلوغ. طيب لو ابني او بنتي محتاج حقن تاجيل البلوغ، ليه احنا كدكاتره بندي حقن تاجيل البلوغ؟ بندي حقن تاجيل البلوغ عشان نسيب العظم مفتوح يشتغل عليه هرمون النمو والولاد دول يطولوا، لان الولاد دول لو احنا ما اجلناش البلوغ عظمهم هيقفل بدري وطولهم النهايه هيبقى قصير. وبالاضافه طبعا بيتسبب لهم مشكله نفسيه، البنت لو بدا بلوغ عن 6 سنوات ولا 4 سنوات وهي طفله، ده هيسبب لها مشكله نفسيه كبيره طبعا في المدرسه وفي المحيطين بيها وبالنسبه لاهلها. هل حقن تأجيل البلوغ بتسبب أضرار لولادنا؟ حقن تأجيل البلوغ ما بتسببش أضرار لولادنا، بمعنى يعني كتير من الأمهات والآباء عندهم اعتقاد حقن تأجيل البلوغ ممكن تأثر على خصوبة البنت. حقن تأجيل البلوغ لا تؤثر على خصوبة البنت، ولا على إنجابها، ولا على جوازها، ولا على علاقتها الزوجية، ولا على انتظام الدورة الشهرية، ولا على بلوغها بعد كده. الحقن دي الغرض منها ان انا بأجل البلوغ عشان اسيب البنت دي عظمها مفتوح عشان اوصل بيها للطول المثالي، يعني فترة مؤقتة وبينتهي تأثيرها بعد هذه الفترة، وبلوغها بعد 6 شهور سنة بيبتدي تدريجيا تم بفضل الله سبحانه وتعالى ما بقاش عندهم مشكلة. في نقطة تانية مهمة بتسأل فيها، امتى يكون ابتدي تأجيل البلوغ عن طريق الحقن؟ لو اتأكدنا ان البنت دي عندها بلوغ حقيقي، بمعنى ايه؟ اختبار البلوغ ده بيعرفني اذا كان ده بلوغ حقيقي او بلوغ كاذب. فلو هو بلوغ حقيقي لازم نبتدي تأجيل البلوغ، لان البنات دول بيبقوا صغيرين قوي لو سبناهم. الاسئله اللي بتسألها ايضا، لغايه امتى ندي حقن تأجيل البلوغ؟
بندي حقن تأجيل بلوغ لغاية ما البنت يوصل طولها المتوقع 160 ل 165 بالنسبة للبنات، ولغاية الولد لما يوصل طول المتوقع 170-175 في الولاد، يعني لغاية لما نوصل طول المثال. وده بنعرفه عن طريق جداول معينة بتعرفنا حاجة اسمها predicted adult type، يعني الطول المتوقع النهائي، يعني طوله متوقع نهائي. لو انا وقفت الحقن في الوقت ده طول بنتي طولها 162-163-165، الحقن دي ايضا لو وقفتها بالنسبه للولد ده في الوقت ده، الولد ده طول نهائي. بعد كده لما هسيبه والبلوغ بتاعه يتم، الولد ده هيبقى طوله النهائي هيبقى 170-175. سئل برده من الامهات، لو بنتي يا دكتوره بلغت في ميعادها، يعني مش قبل سن 8 سنوات، والولد بلغ في ميعاده مش قبل سن 9 سنوات، بس بدات بلوغها وطولها قصير 130 سنتي، دي للاسف عظمها هيقفل بدري، هتبقى قصيره. عشان كده البنت دي مهم جدا ناجل لها بلوغها عشان نوصل بيها للطول المثالي. واحنا كل سنه بناجل البلوغ بنزود البريدكتد ادلت هايت او الطول النهائي للبنت دي 5 سنتي، وده زي ما قلت حالا ملوش اي اعراض جانبيه. الحاجه الثانيه المهمه، هل حقن تأجيل البلوغ دي لها تأثير حلو تاني لولادنا؟ مش يعني احنا قلنا تأجيل البلوغ ده مهم جدا عشان ولادنا يطولوا، لان احنا لو ولادنا مأجلناش بلوغهم عظمهم هيقفل بدري. الحقن دي ليها ميزة تانية حلوة قوي، كل بنت بتبقى مولودة مخزون بويضات معين، مخزون البويضات معين ده لو احنا استهلكناه بدري هيخلص بدري، بمعنى ان البنات اللي هم بلوغهم بيتم بدري بيفقدوا خصوبتهم بدري، ودلوقتي سن الزواج بقى متأخر. البنت اللي هي بنأجل بلوغها يعني مخزون البيضات عندها بيفضل عندها فترة كبيرة من عمرها، حتى لو تأخرت في الجواز، حتى لو عملت تلقيح صناعي بيفضل عندها خصوبة وقدرة على الإنجاب فترة أكبر، فدي ميزة أيضا لتأجيل البلوغ. الحاجة أيضا مهمة، هل أحيانا بنحتاج ندي هرمون نمو؟ نعم، أحيانا بنحتاج ندي هرمون النمو أثناء تأجيل البلوغ على حسب الحالة. لو البنت عندها نقص في هرمون النمو، ودي من الفحوصات اللي احنا بنعملها أيضا عشان نطمن عليها. الحاجة الأخرى لو طولها المتوقع مش كويس. الحاجة التانية مهمة بقى، ايه افضل المكملات التي يجب ان تحرص عليها البنت والولد اثناء تأجيل البلوغ، واحنا كدكاترة يجب ان احنا نكتبها لهم. مهم جدا اثناء تأجيل البلوغ نعمل تشيك اب على نسبة فيتامين دي في الدم والكالسيوم والفوسفور وصورة الدم والغدة الدرقية، بحيث البنت دي او الولد ده لو عنده نقص في فيتامين د نديله فيتامين د، نقص في الكالسيوم نديله كالسيوم. ايضا مهم كلهم يتناولوا فيتامين كي 2، لان كما ذكرت في الفيديوهات السابقه فيتامين دي بيساعد على امتصاص الكالسيوم، وفيتامين كي 2 هو اللي بيساعد على ترسيبه على العظم والسنان، عشان البنات دول ما يجيلهمش لين عظام ولا هشاشه عظام، فمهم جدا المكملات دي ياخدوها. طب ايه انواع حقن تاجيل البلوغ الموجوده في الاسواق؟ في تركيز يتاخد كل شهر او كل 28 يوم، في تركيز يتاخد كل 3 شهور او كل 3 شهور الا يومين او 3 ايام. الحاجه اللي انا بشوفها في شغل كتير قوي، الاباء والامهات ما بيبقوش مدركين المشكله اللي فيها بنتهم او ابنهم، لان الولد او البنت بيبقى بسبب البلوغ المبكر اطول من قرنائه، هم مش مدركين الولد ده بلغ بدري وعظمه هيقفل بدري وطوله هيبقى قصير، مش عارفين دي. واللي حواليهم بقى يقولوا لهم ايه؟ اوعوا تلعبوا في الهرمونات، الحقن دي ممكن تلخبط لهم الهرمونات، الحقن دي ممكن تعمل حماية الولاد والبنات، ممكن تأجل الدورة الشهرية للبنت، ممكن تأثر على حياتها الخاصة، ويقول لهم الكلام ده كله. ويقول لهم بقى نصيحة أنا بسمعها من الأمهات كلها، سواء عمتها أو خالتها أو جدتها، تقول لها إيه؟ البنت يا حبيبتي بتطول لغاية سن 18 سنة، الكلام ده غير صحيح طبيًا خالص. البنت بتطول لغاية لما عظمها يقفل، بمعنى لو بدأت بلوغها بدري عن سن 9 سنوات، البنت دي عظمها هيقفل عن سن 11 سنة ونص مش 18 سنة، فالكلام ده غير حقيقي خالص. بنت عظمها بيقفل أو بتطول على حسب بدأت بلوغها إمتى، لو بدأته بدري هيقفل بدري، لو بدأته متأخر هتقفل متأخر. مش صح إن احنا نستنى لغاية سن 18 سنة أو 16 سنة أو 14 سنة أو 15 سنة ونستنى لغاية لما نشوف موضوع البنت دي بعد البلوغ هيتم إيه. ايضا من الحاجات اللي اتقالت ليا من الاباء والامهات ان اتقال لهم سيبوا البنت ما بدات بلوغها اهي، سيبوها لغايه لما بلوغها يتم وبعدين نشوف البنت دي محتاجه حاجه ولا لا. الكلام ده مش صح. البنت لو عمر عظمها وصل 12 سنه ما اقدرش انا اجل لها بلوغها ولا اي حد يقدر ياجل لها بلوغها، وللاسف هتفضل قصيره، وده بشوفه في شغل كتير قوي. بتجيلي بنات عندها 15 سنه 14 سنه وطولها 142 والدوره جت لها من 3 سنين وجايه الام عشان تطول، لما بعمل عمر العظم البنات دي بلاقي عظمهم قفل ما اقدرش اعمل لهم حاجه، والبنت بتعيط والام بتبقى نفسيه مش كويسه، وده بشوفه كتير في عيادتي.
فمهم جدا كل أم وكل أب يسمعني. علامات البلوغ بالنسبة للبنات هو بداية ظهور نتوء الثدي. أيضا البنت كمان بتحس بألم في المكان ده. وعلامات بداية البلوغ بالنسبة للولد هو كبر حجم الخصية. الحالات دي ما بقاش لها فرصة إن إحنا نساعدها تطول بصورة طبيعية ونوصل بيها للطول المثالي. طب هل في حالات تأجيل بلوغ ممكن تاخد إقراص؟ طبعا البنت لو عندها ورم في المبيض أو عندها كيس على المبيض بيتعالج السبب نفسه. الخلاصة إيه؟ مهم جدا نحرص إن إحنا نشوف ولادنا بدري ونخلي بالنا منهم. وأول ما تظهر علامات البلوغ عند ولادنا وبناتنا في سن مبكر أو لو ظهرت في ميعادها والولاد والبنات دول قصيرين، المهم أول الحالات دي بسرعة نكشف ونعمل فحوصات عشان نساعد الولاد دي إن هم يطولوا الطول المثالي. مع تمنياتي بالصحة والعافية للجميع، والسلام عليكم.